ما هي أسماء مكة المكرمة المذكورة في القرآن الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة، بكة، البيت العتيق، البيت الحرام، البلد الأمين، المأمون، أم رحم، أم القرى، صلاح، العرش على وزن بدر، والقادس لأنها تطهر من الذنوب، المقدسة، والناسة بالنون، والباء أيضا أي الباسة، الحاطمة، النساسة، الرأس، كوثاء، البلدة، البنية، وأخيرا الكعبة. كل هذه هي أسماء لمكة المكرمة أي البقاع المقدسة لدينا نحن المسلمون.